بعنوان استجابات حكومية مرنة لجائحة كوفيد-19 في المنطقة العربية، ماذا نتعلم اليوم لمستقبل أفضل؟ عقدت الإسكوا وشركاؤها في 17 تشرين الثاني نوفمبر ندوة عبر الإنترنت ضمن فعاليات منتدى الحكومة بعد الصدمة، واعتبر المتحدثون أن التقنيات الرقمية والابتكار ضروريان لتوسيع نطاق الخدمات العامة لا سيما خلال الأزمات. بناء على نتائج التقرير العربي للتنمية المستدامة 2020 وضمن سلسلة حوارات افتراضية نظمت الإسكوا بالتعاون مع مركز البيئة للمدن العربية في 25 الثاني نوفمبر ندوة عبر الإنترنت بعنوان التقرير العربي للتنمية المستدامة 2020 والمدن العربية الشاملة، وقدمت الإسكوا نظرة عامة مفصلة عن التقرير، كما سلط الحوار الضوء على الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة وعلى العوائق التي تقف أمام تحقيقه في المنطقة. عقدت الإسكوا في 28 تشرين الأول أكتوبر ندوتين افتراضيتين بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومركز التجارة الدولية، وناقش المشاركون أثر جائحة كوفيد-19 على الاقتصادات العربية من ناحية التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.